احتدم في ضميري يتقدم كل منتدى جازان ثقافة وأدب بأحر التهاني إلى العريس الغالي عبد العزيز بن عادل بن أحمد عباس بمناسبة حفل زواجه الذي تم يوم الجمعة الموافق 28/4/1443 هجرية. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا الزواج مباركا ميمونا وأن يرزقهم الذرية الصالحة. احتدم في ضميري كل حرف احتدام يوم جلال مديح مغريات وطلب حالف لا ارسم الغيمة واصب الكلام قبل الوسم يطلع والهضا يبتهم لجل رجل يقدم خطوته للأمام عبد العزيز وقفته تنحسب عبد العزيز وقفته تنحسب ألف مبروك يا عبد العزيز يا ابن الكرام انت فوق المنام. العائد بهالمناسبة بمناسبة الزواج ولك؟ أنا بصراحة اليوم أنا العريس، وجودكم كلكم بسم الله أنا العريس. الله شهد الله أستاذ أحمد، الله يبارك. هذا الساعة المباركة وأنا والله يمثل بهذا الإنسان يشهد الله، ولو هو في أحسن كنا هو لا يجي. أسأل الله أن يبارك له. دادي قلتاش عند أبو موسى تفضل أعطينا كلمة كذا يعني في هذه الليلة المباركة أن يبارك للعريس وأن يجعل العقبة لأبيه. آمين. الله يسمع لك يا رسول الله ويستجيب هذا الدعاء، وإذا بدأ باهوك ختمتها إن شاء الله. حياك الله أستاذ حمزة. حياك الله. أعطينا كلمة كذا بمناسبة الزواج ولدها. بمناسبة الزواج ابننا عبد العزيز أسأل الله له التوفيق يا رب والعقبة البوجود. اللهم آمين اللهم آمين. أسعدنا والله بوجودكم جميعا. يا رب الزوالة عليها التام. والله ما شاء الله كان أمسيته قبل أسبوع أو أسبوع. نعم. والله عدت البرنامج أنا راسي. ألف ألف مبروك يا عبد العزيز. الله يبارك فيك يا عمي. تفضل يا أستاذ أحمد طياش. بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني ويطيبني في هذه الليلة المباركة السعيدة أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأخي وصديقي أستاذ الشاعر بمناسبة زواجه الولد عبد العزيز، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة وبالرفاء والبنين والله بما يفرح. طالما أبو مازن دافع جايين علشان عادل صح؟ أنا عبدينا نبارك لأخونا وحبيبنا عادل الله يتم لهم بخير ويجمع بينهم على من يشوه بماضي هاي خاساوي عقب لجل رجل يقدم خطوته للأمام عبد العزيز وقفته تنحسب في ضميري كل حرف احتدام يوم جلال مديح مغريات وطلب حالفه لا ارسم الغيمة واصب الكلام قبل الوسم يطلع والهضا يبتهم لجل رجل يقدم خطوته للأمام عادل عباس من الزواج من صامتة جيتك وقصدي أهنيك الله يتمم ليلتك بالسعادة من طيب فعلك تستحق التباريك لك قلب طيب وبسمة الوجه عادة الذوق عالي يميزك وأحلى ما فيك وهذا اللي خلاك في صفوف الريادة ولد أخويا جعل ربي يعافيك ويزيد رزقك ثم تعطى الزيادة اسمع نصيحة من محب دوم يغليك عساك تلقى من وراها الإفادة بنت الكرام أصبحت من أهاليك اكرمها يا أبوك خلها في السيادة ترعى شعورك ثم تستر مساويك وتكون عونك بالعمل والعبادة حافظ عليها يطيب عيشك وتغليك وخليك أنت اللي بيد في القيادة لا تكون لعبة وين ما تبغى توديك هنا وترتاح وفي الأكل المسادة. أسان أسان.
حافظ عليها يطيب عيشك وتغنيك، وخليك انت اللي بيدك القيادة، لا تكون لعبة وين ما تبغى توديك، تهنا وترتاح للفراش والوسادة، ولو هي بتدرس معها اسهر لياليك، يجي لها يوم وتنتفع بالشهادة، وان كنت غلطان لا تزيد بتماديك، شيطان نفسك لا يطول عناده، صارح بحبه تقبل راسك وياديك، خلي التسامح داخل البيت عادة، الله يسعدك ثم يحقق أمانيك، يرتاح قلبك ثم يحقق أمانيك. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بالأخ الشاعر والأديب والدكتور عادل عباس أبو موسى وأبو عبد العزيز عريس هذه الليلة، وتشرفنا بالمشاركة والحضور. شرف والله لنا بوجودك يا أبو مازن، تسوى عندنا الدنيا وما فيها حبيب. والله العظيم هذا وجودك هنا تاج فوق راسي. الله يطول عمرك، الله يسعدك يا رب. حياتي لك ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكم يا رب وعقبال أولادك كله يا رب يا رب. اللهم آمين. المديح مغريات وطلب حالف لا أرسم القيمة وصب الكلام قبل الواسم يطلع والهضا يبتهم لجل رجل يقدم خطوته للأمام عبد العزيز وقفته تنحسب عبد العزيز وقفته تنحسب ألف مبروك يا عبد العزيز يا ابن الكرام انت فوق المناصب وانت فوق الرتب لك مع أهل الوفا عزه وطن خيط مقام وصدرك الحاز تضيق دايم رحب في محل ترحب بالضيوف الكرام قبل سوق الدلال وقطع رؤوس الشباب قبل سوق الدلال وقطع رؤوس الشباب يا ولد من يطاول هامتك للغمام انبغوها